هندسة القاهرة سنة تالتة طبية. عندنا مشكلتين أساسيتين، اللي هو مشكلة اللي هتكلم عنها زميلي عبد الرحمن عبد الناصر، والمشكلة التانية عندنا 5 طلاب معتقلين. أولا لازم نتفق إن برضو أي طالب مهما كان انتمائه السياسي، كان إخوان، كان سلفي، كان اشتراكي، أيا كان هو مين، مش من حق التخلية تلفها له أي تهم، ومش من حقها تعتقل 5 طلاب لمدة، يعني في طلاب عندنا معتقلين بقالهم من 6 رمضان بتهم زي إرهاب مواطنين، استعراض قوة. يعني عندنا هنا قايمة بتهم ل5 طلاب، خالد الخطيب، رابعة اتصالات، تهمته تخريب منشآت، حيازة سلاح، ترويع مواطنين، استعراض قوة. يعني طالب في كلية هندسة أكيد مش هصدقه مقابل الداخلية البلطجية متعودين عليهم وعلى تهمهم. طالب تاني ترويع مواطنين، محاولة قتل مجند، تخريب منشآت، حيازة سلاح، عمر خطاب، حيازة سلاح، ترويع مواطنين، محمد أحمد، طبية 2015، ده والده قابض عليه أثناء فترة الاعتصام، خد والدته ونزل يشوف والده اللي جراله، اتاخد هو وأمه والمحامي اللي راح يدافع عن والده، بقاله من شهرين، تهمته حيازة سلاح، ترويع مواطنين، وإرهاب مواطنين، وواحد دفعة 2015 إثارة شغب، تعدي على ممتلكات عامة، محاولة حرق قسم الأزبكية. يعني كمية تهم تودي أي حد في داهية، يعني مفروض إنه حتى لو الطالب ده أخلي سبيله على ذمة التحقيق هياخد على الأقل سنة في تهم زي دي. يعني الطالب ده مش بس ضاع مستقبله، وقاعد بضيع عليه السنة دي لأنه النيابة رفضت تخلي سبيله بضمان الجامعة، بالرغم من إنه إدارة جامعتنا واتحاد الطلاب اتحركوا بشهادات قيد بإثبات المطلبة دول منتظمين محترمين. أنا آسف بس هو الموضوع يعني عندنا مش أقل من 20 طالب من جامعة القاهرة مقبوض عليهم، ولغاية دلوقتي رافضين، يعني رافضين حتى يسمحوا لهم يطلعوا يكملوا، يعني يبدأوا مذاكرتهم ويروحوا جلساتهم عادي. يعني في زميل من الكليه عبد الرحمن نزل وامتحن ميد ترم بالعربيه الترحيلات، وخالد الخطيب نزل في دور سبتمبر، ولما الناس هتفت له خدوه جريوا، يعني مجرد هتاف بقى. يعني عندنا نظام مرعوب من الطلاب، يعني مجرد هتاف يخلي ضابط يرفع في وشك سلاح. يعني امبارح علشان بنصور بالضباط اللي بيفتشوا الناس اللي رايحه واللي جايه، وبيفتحوا شنط العالم، وبيوقفوا البنات والشباب اللي معديين من باب الجامعه، رفع علينا سلاح وقال لو صورت هضربك بالنار. يعني الموضوع اكبر من مجرد ده اخواني او ده سلف، الموضوع عايز يسكت الكل، مش عايز حد يفتح بقه لا ايا كان هو مين. فهو شايف انه خطاب حرب الارهاب جايب نتيجه مع الناس، وللاسف هو جايب نتيجه. يعني عندنا بنعاني في هندسه، يعني احنا عملنا مظاهرات بقالنا اسبوعين وبنحاول نعتصم وبنحاول نعمل اضراب على الدراسه، بس للاسف الاعلام واكل دماغ العالم. يعني يقول لك يمكن ده فعلا ارهابي، يعني طالب معاه بقاله 5 سنين يقول لك اه فعلا ارهابي. فاحنا يعني ان شاء الله يعني نوجه يعني دعوة للناس كلها من خلال مركز دراسات الاشتراكية والندوة دي، انه الناس تتحرك وتفكها من الكلام الاعلام اللي للاسف موجه بطريقة مش طبيعية، علشان ان نرجع لحكم عسكري. وان شاء الله هيكون لنا تحركات في الفترة الجاية. عندنا اعتصام، احنا امبارح قعدنا مع ادارة الكلية نناقشها في موضوع اعتصام في الكلية، قال لك انا خايف من اي تداعيات تحصل نتيجه اعتصام. هو خايف يقول انا مع الحكم العسكري، وخايف يقول انا مش عايز الاخوان تركبوا، مش عايز خطابكم يكون ضد الانقلاب. اكدنا له احنا خطابنا طلابي، احنا قضيتنا طلاب معتقلين، واحنا معروفين بالكليه انه احنا مش اخوان مسلمين. حتى الاخوان المسلمين بيحاولوا يهدوا الفتره دي في الكليه عشان ما يبوظوش قضيه المعتقلين. فاحنا ان شاء الله يعني طبعا عميد الكليه قال انه انا هشيل اي خيام لو كانت موجوده،
فاحنا بنأكد تاني انه هنعتصم ان شاء الله حتى لو فيش قيم، حتى لو بات في الشارع. ده اقل حاجة، اقل تضامن. يعني مع طالب مرمي بقاله 3 أشهر تهمة ملفة في سجن، اكيد زبالة. يعني اكيد السجن ده ما حدش يرضى انه ينايم في قطة مثلا. ده حال المدينة الجامعية، تخيل حال السجن. فان شاء الله بكره هيكون لينا سلسله بشريه في دعوات الاضراب طبعا ماشيين فيها. ان شاء الله هيكون في القريب العاجل في اعتصام في الكليه اليومين دول، يوم الاثنين الجاي. اي حد يقدر يعني يساعدنا ويقف جنبنا في الكليه الثانيه يوم الاثنين الجاي. عندنا مؤتمر صحفي ان شاء الله في كليه الهندسه، ونتمنى الناس تساعدنا ننشر القضيه اكثر، يعني كطلبه الاتحادات والناس الموجوده هنا باذن الله. شكرا لكم.